إن المطر يغريني بالكتابة، وأنت حتى أنا يغريني بالكتابة كما قلت، ولكن ستكون كتابتي هذه المرة عنك. أما خرجت من تحت الماء الأزرق كسمكة دلفين جميلة أمام شاعر المرأة نزار قباني، ورآك مثله تهجمين على الورقة البيضاء بجمالية لا حد لها وشراسة لا حد لها وجنون لا حد له. كتاباتها إيقاعات على كل البحور، بحر الحب، بحر الثورة، بحر الحياة. ولقد كتبت عن الحب ما يخيل إلي أنها مارست الحب بجنون وسقطت في محيطه إلى أن غرقت، ثم يخيل إلي أنها تركب دوما سفينة السلام لتغيث بحنانها وخبرتها وتضحيتها من ينتظر طوق النجاح. لقد قال الدكتور برهان غليون مرة: إن الذي يكتب يفكر عادة، وإذا كانت كل رواياتها وكتبها ومقالاتها الطويلة ومقولاتها القصيرة تتنفس الحب، فماذا عسى أن تفكر به إذن؟ لقد قرأت في طريق التعلم الطويل عشرات الروايات التي رافقتها ثم فارقتها، إلا رواياتها التي أحسست أن كل فصل فيها يمس حبة القلب مني، أو أنها كانت تكتبني دون أن تدري كما قال نزار. آن الأوان أن نكشف عن هذه الشخصية المحبوبة المترعة بحديث الحب. إنها الروائية العربية الأولى أحلام مستغان. من بين جواهر رواياتها المطبوعة ومقالاتها المتناثرة جمعت نظراتها وتعبيراتها الساحرة عن الحب، وجعلتها في هذه الحلقة على أن أقوم بدور التحريك لما ستتمتعون به. وبعد التأمل فيها سيقول كل منا لنفسه ولمن يحب: الحب يليق بك. تبدأ أحلام بقولها: الحب هو ما حدث بيننا. إنه كل سؤال، كل اتصال، كل لقاء، كل غناء، كل رحلة، كل متعة، كل ما كان في تفاصيل التفاصيل. حدثيني عنك، ما آخر فيلم؟ ما مزاج العطر؟ ما نوع الأغاني؟ في تفاصيل التفاصيل ادخلي، في جزيئات جزيئات الثواني. وكم سيكون الحب قاسيا والألم جارحا عندما تكون التفاصيل هي تلك التي فيها إعلانات الهزيمة والشقاء. أتوقف طويلا عند عينيك أبحث عن ذكرى هزيمتي الأولى أمامك. ذات يوم لم يكن أجمل من عينيك سوى عينيك، فما أشقاني وما أسعدني بها. هل تغيرت عيناك أيضا أم أن نظرتي هي التي تغيرت؟ أواصل البحث في وجهك عن بصمات جنوني السابق، أكاد لا أعرف شفاهك ولا ابتسامتك وحمرتك الجديدة. لماذا تحولت كل صباحاتك إلى صباح واحد وقد كان قبلها نفس المساءات البائسة؟ وجعلتيني أردد على نفسي بيت الشاعر هنري ميشو: أمسيات أمسيات، كم من مساء لصباح واحد. يبدو أن هذه المرأة قد فقدت ذاكرتها، ولهذا قال لها: أتدرين، لا أفقر من امرأة لا ذكريات لها. لم يبدو أنها قد استوعبت قوله، فأضاف: كانت النساء قبل أن توجد المصارف يخبئن ما جمعنا على مدى العمر من نقود ومصاغ على الوسادة التي ينمن عليها تحسبا لأيام العوز والشيخوخة. لكن أثر النساء ليست التي تنام متوسدة ممتلكاتها، بل من تتوسد ذكرياتها. وظل باكيا من الداخل، ويا رب باك ولا يسمع، وعزاؤه ألا تسمع لحزنه صوتا، وحده البحر يسمع أنين الحيتان في المحيطات. إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي.